أدانت مصر الاستهداف الذي تعرضت له مناطق بإقليم كردستان العراق الشقيق وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنيين. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن مصر تتقدم بخالص العزاء لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا الاعتداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مضيفة أن مصر تراقب التوترات التي تشهدها المنطقة على مدار الأيام الأخيرة وتحذر من تداعياتها على استقرار المنطقة وسلامة شعوبها.